أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئتين التقتا تقاتل في سبيل الله. وأخرى كافرة
وأخرج يا شير يرونه مثلي رأي العين الله يؤيد بنصره من يشاء الله يؤيد بنصره من يشاء وأخرج في ذلك عبرة عبرة لأولي الأبصار عبرة لأولي الأبصار للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء للناس حب الشجاعات من النساء القناطير المقنطرة القناطير المقنطرة Oh,
الذين اتقوا عند ربهم جنات الذين اتقوا عند ربهم جنات قنا عذاب النار الصابرين والقائمين
والملقي والمستغفري والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والملتقين والمستغفرين بالأسحار إمام بالقسط لا إله إلا هو هو العزيز الحكيم هو العزيز الحكيم العزيز الحكيم الصابرين الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والقانتين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار قولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا عن خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
صدق الله العظيم. استمعناه من زلكم العالم القرآن التي تلاها على مسمع حضرتكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ يونس مبارك القطعاني، موجه قراءات وعلوم القرآن الأزهر الشريف، والحاصل على أول جمهورية في لصنص القرآن، والمقيم بمنبر دمنهور محافظة البحيرة. أما بذلك الصوت يقول إيدار أولاد أبو سيف المقيم بجبارس بحري. أقول ما تقدم العزاء كان سعيه مشكور، البقاء لله وحده.